سيرة كتاب نافذة إذاعية تستدعي قصص كتب وشمت تاريخ الإنسانية. سيرة كتاب هي محاولة إعادة وصل من قطع من أواصر الصداقة مع الكتاب في زمن الاغتراب الإلكتروني. سيرة كتاب من إعداد محمد المساوي ومن تقديم سارة المساوي، كل سبت وأحد على الساعة 3 بعد الزوال. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام متتبعي النافذة الإذاعية سيرة كتاب. حلقة اليوم سنخصصها مستمعين الكرام لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. صدر كتاب الاستشراق سنة 1978 لبروفيسور الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة كولومبيا إدوارد سعيد، الأمريكي الجنسية، الفلسطيني الأصل، المولود في القدس سنة 1935. وترجم الكتاب إلى اللغة العربية من طرف كمال أبو ديب سنة 1982 بعنوان الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء. وفي سنة 1995 ترجمه محمد عناني بعنوان الاستشراق، المفاهيم الغربية عن الشرق. منذ صدور الكتاب إلى يومنا هذا ظل مثار الاهتمام، إذ كتبت حوله المئات من المقالات الأكاديمية، وحررت حوله عشرات الكتب، وترجم إلى أزيد من 20 لغة. اعتمد سعيد في تأليف كتابه على مدونة الكتابات الاستشراقية منذ القرن 18، واعتمد أساساً إنتاجات الاستشراق الفرنسي والبريطانية ثم لاحقاً الأمريكية، في حين لم يلتفت كثيراً إلى الاستشراق الألماني والإيطالي والإسباني والبرتغالي إلا في إشارات عابرة. واتكأ سعيد في بناء منهج دراسته على ميشيل فوكو، خاصة في كتابيها أركيولوجيا المعرفة والمراقبة والعقاب، لتأسيس تحليل للخطاب الاستشراقي وفهم أبعاده الاستعمارية المرتبطة بالقوة المادية وأشكالها الرمزية الاستعمارية. فالهدف الرئيس عند سعيد هنا هو تحليل الاستشراق كخطاب، حيث يمكن من خلال هذا التحليل معرفة الكيفية التي استطاعت من خلالها الثقافة الغربية أن تنتج وتستهلك وتؤبد وتقمع وتشكل وتمثل الشرق سياسيا، سوسيولوجيا، عسكريا، إيديولوجيا، علميا وتخيليا في فترة ما بعد التنوير. كما اعتمد من جهة ثانية على كراسات السجن لأنطونيو غرامشي لاستعارة مفهوم الهيمنة والسيطرة، الهيمنة التي تتأسس على التحكم الثقافي والإيديولوجي، والسيطرة التي تتأسس على الإخضاع بالقوة والقهر. استهل سعيد الكتاب بمقدمة يشرح فيها منهجه التحليلي، ويكشف عن المرجعيات التي استفاد منها لبناء هذا المنهج. واعتمد سعيد منهج ميشيل فوكو في لعبة المصرح به وغير المصرح به، ليخلص إلى أن المصرح به لدى الاستشراق الغربي يتجلى في الرغبة في المعرفة والعلم بالشرق، بيد أن غير المصرح به يتجلى فيما يستنتجه سعيد عن قناعة الغرب عموماً، والتي هي
لا يستطيع المسلمون أو العرب ولا أي شعب من الشعوب الصغرى التي سلبت إنسانيتها أن يتعرفوا على أنفسهم باعتبارهم بشراً. ويحيلنا هذا الهدف المدمر في الاهتمام الغربي بالشرق إلى إدراك أن الغرب من خلال الدراسات الاستشراقية يريد أن يعرف شعوب الشرق بحقيقتها من باب أنه الأجدر بالفهم لامتلاكه العلم والمنهج. وعليها فالغرب ينظر إلى المسلمين وغيرهم من الشعوب على أنهم قاصرون، لا يملكون العقلانية لفهم ذواتهم بناء على أنهم شعوب يحكمها الوجدان والانفعال، بينما الغرب هو أرض العقل والبرهان. ويرى سعيد أن الاستشراق ليس عملاً فردياً، إذ الفرد عندما يكتب عن الشرق فإنه يكتب في إطار سياق عام لا ينتج معرفة فردية، بل ينتج معرفة جماعية محكومة بشروط وظروف عامة وخاصة. وهؤلاء الأفراد حينما يذهبون لدراسة المستعمرات الشرقية المختلفة المستعمرة والمحتلة من قبل بلدانهم، فإنهم في هذه الحالة لا يذهبون بصفاتهم الفردية قدر ما يحملون معهم هوياتهم الخاصة بهم. فالمستشرق الفرنسي مثلاً لا يذهب بصفته فرداً أو باحثاً في شؤون بلد ما، بقدر ما يذهب وهو يستحضر هويته الفرنسية. ونفس الأمر ينسحب على باقي المستشرقين. والمعنى الثابت هنا هو أن حامل الهوية هذا غير محايد. ففي ظروف عادية غير مشحونة بالاستعلاء الاستعماري، كان من الممكن أن يحمل الفرد هويته الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها من الهويات بدون أن يثير ذلك هذه الألغام المرتبطة ببنية الاستشراق. لكن في ظل الهيمنة الاستعمارية منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى الآن، الأوروبية أولاً ثم الأمريكية لاحقاً، فإن هذه الهويات المحمولة تذهب إلى الشرق بصفتها السياسية المصرح بها أحياناً وغير المصرح بها أحياناً أخرى، وهي مرتدية مسحا ثقافية مختلفة ومتعددة. لذلك فإن سعيد يرى أن بنية الاستشراق هي حقيقة سياسية وثقافية في الوقت نفسه. من هنا فإن سعيد يركز في دراسته لبنية الاستشراق على التبادل الدينامي بين المثقفين الأفراد والاهتمامات السياسية الأوسع التي تشكلت وفقاً لمجال بحثه من خلال الإمبراطوريات الثلاث الكبيرة البريطانية، الفرنسية، والأمريكية. كما أن الاستشراق عمل جماعي عام شارك فيه كل مكونات المجتمع الغربي، المفكر والمثقف باسم المناهج العلمية، الراهب والقسيس ورجل الدين باسم التبشير، والسياسي باسم المصلحة وتصدير الحضارة. وبالرغم من الإقرار أن هناك استشراق إيجابي يتمثل خصوصاً في أن المستشرقين قاموا بعمل جبار لجمع المخطوطات وترتيبها وتبويبها وحفظها في المكتبات الغربية ثم أقدموا على تحقيقها وترجمتها وأنشأوا المعاجم والفهارس وسهلوا تقنية البحث العلمي، إلا أن إدوارد سعيد خلص إلى أنه لا يوجد ما يسمى الاستشراق الموضوعي أو الإيجابي،
لأن كل ما يفعل وكل ما يقال عن أنه موضوعي له ارتباط بالمصلحة، ومن ثمة فالاستشراق هو أولا وأخيرا إيديولوجية وليس علما. وقسم سعيد كتابه إلى 3 أقسام رئيسية تنطوي على 12 فصلا، وهذه الأقسام هي: في القسم الأول يتناول فيه نطاق الاستشراق ويرسم دائرة كبيرة حول جميع أبعاد الموضوع من حيث الزمن التاريخي والخبرات التاريخية، ومن حيث المحاور الفلسفية والسياسية، فيتحدث عن علاقة الشرقي بمحيطه الجغرافي وميراثه التاريخي، وكيف تضفي الجغرافيا الخيالية وصورها الصفات الشرقية على الشرقية. وخصص القسم الثاني للحديث عن أبنية الاستشراق وإعادة بنائها. فيه يحاول متابعة الاستشراق الحديث عن طريق الوصف الذي يتتبع التسلسل الزمني بصفة عامة، وكذلك وصف عدد من الوسائل التي يشترك في استعمالها كبار الشعراء والفنانين والباحثين، وعلاقة هؤلاء بالشرق، وكيف أعادوا رسم الحدود وطرح القضايا من خلال رؤى ووجهات نظر خاصة بهم. ومن خلال هذه الرؤى التي اتسمت بالطابع الشخصي، ساعدوا على قيام الأبنية الفكرية والمؤسسية المحددة للاستشراق الحديث. وفي القسم الثالث يفصل في الحديث عن الاستشراق الظاهري والاستشراق المضمر، ثم ينتقل للحديث عما أسماه الاستشراق اليوم، الذي يبدأ حيث انتهى سابقه في نحو عام 1870، التي كانت فترة التوسع الاستعماري الكبير في الشرق، وهي التي بلغت ذروتها في الحرب العالمية الثانية. كما يتناول في ذات القسم موضوع تحديد ملامح التحول من الهيمنة البريطانية الفرنسية إلى الهيمنة الأمريكية، ويحاول رسم صورة الواقع الفكري والاجتماعي الحالي للاستشراق في أمريكا. وألحق بالكتاب في طبعة 1995 ملحقاً تناول فيه كيفية استقبال الكتاب والانتقادات التي وجهت له، وميز بين 3 اتجاهات ميزت نقد كتابه. هناك نقد وصفه بأنه بالغ العداء، وهناك نقد ينقصه الفهم، وهناك نقد إيجابي متحمس للكتاب وأطروحته. وحاول سعيد التفاعل مع نماذج من هذه النقود التي وجهت له. لقد حمل كتاب الاستشراق لواء ما سمي بنقد ما بعد الاستعمار، الذي يرتكز أساساً على قيام أبناء البلدان التي تحررت من الاستعمار بإعادة النظر في التركة الاستعمارية. وظهرت كتابات لمثقفي العالم الثالث تعيد النظر في السردية الاستعمارية نحو بلدانهم وشعوبهم، كما حاولوا تخليص الذات المستعمرة من شوائب النظرة الدونية التي ترجع إلى ما ورثته من التركة الاستعمارية التي زرعها المستشرقون. ورغم هذا الإسهام الثقافي والمعرفي والسياسي أيضاً لكتاب سعيد، إلا أنه تعرض لنقد من طرف العديد من مثقفي العالم الثالث، فقد برز عربيا كتاب صادق جلال العظم
الموصوم بالاستشراق والاستشراق معكوسا، وأيضا كتاب مهدي عامل الموسوم ب هل العقل للغرب والقلب للشرق، ماركس في استشراق إدوارد سعيد. لكن يبقى أهم نقد وجه للكتاب هو ذاك الذي خطه زميله في الدراسات الثقافية ونقد ما بعد الاستعمار، المفكر الهندي الماركسي إعجاز أحمد، في كتابه النظرية طبقات أمم آداب، الذي أخذ على سعيد تعامله الانتقائي مع غرامشي وكذا مع التاريخ، حين ذهب سعيد إلى تأكيد أن النظرة الاستشراقية حكمت حتى كتابات قدماء اليونان وروما. وهذا بالنسبة لإعجاز أحمد هو تعسف، لأن الشرق والغرب هي مفاهيم حديثة لم يكن لها أي قائمة في العصور الغابرة، سواء سياسياً أو حضارياً وثقافياً. أما فيما يخص كارل ماركس في كتاب سعيد، فيعقب أحمد أن ماركس كان يتحدث عن تغيير جذري للأوضاع الاجتماعية في الهند، مقارناً بين نمط الإنتاج السائد في الهند الذي سبق الاستعمار البريطاني ونمط الإنتاج الرأسمالي، ولم يتخذ تحليله موقفاً عنصرياً كما يحاول أن يثبت سعيد. أضف إلى ذلك أن ماركس لم يكن بعد قد شهد فضائع الاستعمار، يؤكد إعجاز أحمد. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم التي خصصناها لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. شكرا لكم على تتبعكم لحلقات النافذة الإذاعية سيرة كتاب. موعدنا يتجدد كالمعتاد الأسبوع المقبل مع كتاب آخر. تقبلوا أجمل تحية من محمد الموساوي، سارة الموساوي، يوسف الشنواني. دامت لكم صداقة الكتاب. سيرة كتاب نافذة إذاعية تستدعي قصص كتب وشمت تاريخ الإنسانية. سيرة كتاب هي محاولة إعادة وصل من قطع من أواصر الصداقة مع الكتاب في زمن الاغتراب الإلكتروني. سيرة كتاب من إعداد محمد المساوي ومن تقديم سارة المساوي، كل سبت وأحد على الساعة 3 بعد الزوال.